فتحت حدائق العاصمة أبوابها بالمجان للزوار احتفالا بذكرى مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، في ظل أجواء البهجة والسعادة والشعور بالفخر بين المواطنين وأفراد الجالية العربية. في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد، فتحت حدائق العاصمة أبوابها بالمجان للمواطنين للاستمتاع بهذه الذكرى الخالدة وسط الأجواء البديعة للحدائق. الحديقة الدولية استقبلت المواطنين من 8 صباحا، وذلك وسط أجواء من الفرحة والبهجة احتفالا بالنصر العظيم. دي طبعا حاجة كويسة من البلد، يعني إن هي يعني الجناين موجودة للناس مفتوحة وبالمجان، ودي حاجة كويسة يعني. وبعدين حرب أكتوبر هي ذكرى حلوة وذكرى أنا حضرتها، أنا عندي 60 سنة حضرت أكتوبر برضو فاكرها، يعني تقريبا كان عندي 10 سنين أو 9 سنين، ويمكن الأحداث دي كلها أنا فاكرها. كذلك كانت الأجواء رائعة بحديقة الطفل، والتي استقبلت أيضا المحتفلين بالمجان للتمتع بالمساحات الخضراء والأنشطة المختلفة. بمناسبة 6 أكتوبر دخلنا كلنا قلنا نتفسح ويوم اجازه وكده، برضو كانت الدراسه وانا واخواتي واهلي وكده، وجينا نقطع التذاكر قالوا لنا لا ما ينفعش عشان خاطر عاملينه بمجان عشان خاطر 6 اكتوبر. احنا بنجيها على طول عشان الاطفال بيلعبوا هنا كتير، بنجيها على طول، احنا جايين كده صدفه والنهارده قالوا لنا ببلاش وكده، والاولاد فرحوا واحنا كمان انبسطنا. الحدائق طبعا معروف ان هي يوم 6 اكتوبر بتبقى مفتوحه بالمجان للجمهور، وبانوراما اكتوبر بالمناسبه دي وكده، وبمناسبه انتصارات اكتوبر يعني ذكرى جميله، ان الناس تبقى فرصه ان هي تخرج في يوم زي ده ويعيشوا مناسبه جميله ويجتمعوا ببعض والاسر. يعني انتم شايفين الاطفال كلهم موجودين وبيلعبوا، فيعني حاجه جميله، ويا ريت نكررها دايما في المناسبات الرسميه. احنا واحنا داخلين النهارده ان شاء الله يعني اتفاجئنا طبعا بان القرار ان النهارده بالمجان عشان عيد النصر، فطبعا كان مفاجأة جميلة وسعيدة بالنسبة لنا يعني. ذكريات الانتصار كانت حاضرة في تعليقات عدد من المواطنين بحديقة أم كلثوم بالزمالك، والذين عايشوا لحظات النصر في طفولتهم. 6 أكتوبر بقى أنا الجيل بتاعه، وعشت بقى حرب أكتوبر، كنت تاني إعدادي تقريبا حاجة زي كده، بتمثل لي رجوع كرامة، بتمثل لي زمن جميل. نصر اكتوبر ده ينسب لناس عظام جدا زي السادات وجنودنا البواسل طبعا والشهداء اللي راحوا، كلنا لازم نبقى فرحانين بيوم زي كده، لانه ده يوم يعني اكيد اكيد هيفضل معلم في حياه كل المصريين. الاحتفال بانتصارات اكتوبر المجيده بحدائق القاهره شارك بها ايضا عدد من افراد الجاليه العربيه الزائرين لمصر بحديقه الفنون بالمنيل، والذين اكدوا ان انتصار اكتوبر نصر عظيم للعرب جميعا. احيي الجيش المصري وافتخر كل الفخر، والجيش المصري ليس يعني لمصر فقط، وانما هو الدرع للامه العربيه باكملها، هذا فخرنا مصر وراء يعني واخواننا ونشد الظهر بهم. الاحتفالات امتدت أيضا لحديقة الحرية، والتي شهدت إقبالا من المواطنين. يذكر أن القاهرة بها عدد كبير من الحدائق المتخصصة، والتي تعتبر الوجهة المفضلة للمواطنين في مختلف المواسم والمناسبات. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.